وغنهضر معاك انا بالجوي داديت. الناس اللي كنعرفهم كرم الناصيك وجه معروف اوساط الوداديه كودادي كمشجع كمحب نادي الوداد الرياضي قبل ما الصفه ديالو كمنخرط او كعضو في مكتب نادي الوداد الرياضي، لانه ما غريبش على البيت الودادي وماشي من الناس الغراب والمتطفلين او لا يلا عرفنا او لا يلا غادي يكشف لنا على التوديدات ديالو. كوداديين كنعرفوه كمشجع كنعرفوه، معروف في جميع الاوساط الوداديه والناس الوداديه الكبيره والصغار كيعرفوه كمشجع ودادي، ماشي تطبيل او لا كيف ما كنقولوا كنرميوه في الورود، ولكن ودادي كنعرفوه. هذه نقطه حسنه لو كان في من 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 الطاقم اللي غادي يسير الوداد ويكون واقف على الامور ديال الوداد في نادي الوداد غتكون نقطة مهمة، لأن ودادي يكون في المكتب ويدافع بالتوديدات ترى نقطة مهمة في صالح مصالح الوداد الرياضي. أيتمنى كان كيتغنى بالتوديدات ديالو كيف ما كنقولوا، دار دعاية كبيرة بالتوديدات ديالو بدعمه للوداد وبأنه مستعد يكون من الصفوف الأمامية لمساعدة الوداد الرياضي وتقديم الدعم للوداد الرياضي بأي شكل من الأشكال كعضو كرئيس كمشجع. كنتمنى ولو كانت هاد التوليفة هي الأقرب باش نكونوا متفقين، هي المعروفة في الأوساط الودادية، لأن ثلاثة الأشخاص الآخرين ما معروفينش بالشكل اللي معروفين به هاد جوج أشخاص اللي هما الأقرب وربما الأنسب بواحد النسبة كبيرة باش يكونوا في محيط الوداد الرياضي، وباش إلا كانت هاد التوديدات اللي كيتغنى بها أيتمنى وهاد الشعارات الرنانة وحبه للوداد وكيف كيقول أنا مستعد نكون راه الإشارة الوداد وطبقات على ارض الواقع، غادي نشوفوا واحد التسيير اللي ربما يقدر يكون احترافي. واول حاجه لاي واحد غادي يكون هو الرئيس ديال الوداد الرياضي مدرسه النادي، لان اهم حاجه القاعده كتبدا من مدرسه النادي، تخاد بعين الاعتبار ما تبقاش في هذيك العشوائيه اللي كانت سنين هذه اللي قبرات المدرسه وما بقيناش كنشوفوا مواهب ديال الوداد الرياضي او ابناء الوداد الرياضي 100% كيحملوا القميص. هادشي علاش ولينا كنشوفوا موظفين داخل التشكيله ديال الوداد الرياضي كيلعب على السالير، ما كيعرفش شنو هي الوداد ولا حب الوداد ولا اللوغو ديال الوداد. هي اللي خلات لنا مشاكل وخلات لنا الليتيج وخلات لاعبين اللي ما كانوش معروفين في خريطه كره القدم، ولو حتى هما كيقول لك انا عطيت الوداد ودرت الوداد في الوقت اللي الوداد هي اللي لمعت الاسم ديالو. هذه هي الضريبه ديال ما يكونش عندك ولد الفرقه، لان ولد الفرقه كيفرق كثير في كيف ما كنقولوا بانك تمشي بالخطى الايجابيه وتقدر تحرز على نتائج ايجابيه بالجرينتا ديال ولد الفرقه اكثر من الجرينتا ديال ولد الصالير، لان كاينين ولد الصالير وولد الفرقه، لان هادو في السنوات الاخيره قله قليله من ولاد الفرقه ومن الوداديين اللي شفناهم كيلبسوا التوني ديال الوداد وكيدافعوا عليه. وبالنسبه لسير نادي الوداد الرياضي، الا كان كرم الناصيك وهشام أيتمنى ربما غتكون واحد القوه للوداد، بشرط ان هذا الحب ديال النادي يترجم في ارض الواقع ويترجم كعمل قاعدي واحترافي، يكون عندنا اصحاب الاختصاص داخل بنجلون، ما يكونش عندنا اصحاب الخواطر، يكون عندنا اصحاب الاختصاص. اي واحد غيتقلد واحد المنصب داخل بنجلون يكون كيستحقه ويكون كفء ويكون عنده درايه ماشي اقدميه، بغيناها بالاحقيه ما بغيناهاش بالاقدميه. ما بغيناكش تكون هداف في السبعينات او الثمانينات وتجي توقف لنا على الفئات العمريه، بغينا واحد واحد كيف ما كنقولوا مؤهلات، وبغينا شي شواهد اللي تشفع لك اللي تقدر تكون عندك درايه في التسيير الرياضي. ما بغيناش بهذا المعنى، ما بغيناش مدربين ديال واحد الدراري، بغينا ناس عندها درايه بكره القدم، لان كره القدم تبدلات وما بقاتش كتعتمد على واحد الدراري، باش نكونوا متفقين على الروح والدرايه وكيف ما كنقولوا الاحقيه، ما بغيناش اقدميه والصماصره، ما يبقاوش يضربوا في محيط بنجلون وتكون امور احترافيه 100%. هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور، كوتي سبور منتوجه المغربيه للالعاب والرياضه. MDGS نربحوا الرياضه.